مرحبا بكم الناس الكل. نعرف شخان تستي الصوت أول حاجة، اسكو نعرف شم غبيت البولي في الكومنتير، اسكو الصوت سافا ولا لا. أكيد لايف باش نحكيو فيه على المنتخب الوطني التونسي والقائمة بتاع اللاعبين اللي وقع اليوم. اليوم وقع إطلاقة أو معناتها خرجت القائمة بتاع اللاعبين. أكيد كما كل قائمة أثارت برشا جدل في المنتخب الوطني التونسي. باهي يقول لي حاسيب، يقول لي سافا الصوت، باهي برشا تري بيان. دونك باش تلقاو اللايف هذا كالعادة بعد تلقاوه على الباج يوتيوب نتاعنا، على شين يوتيوب إسلام المدب. وعلى فكرة مشكورين برشا على المتابعة الكبيرة للقناة اليوتيوب خاصة في البطولة العربية، يعطيكم الصحة الناس الكل. أكيد كما الناس اللي حاب يتدخل مرحبا به، كالعادة تدخلوا معنا. اللي حاب يعطي رأيه واللي حاب يسأل سؤال على اللي صاير في القائمة بتاع المنتخب كيف كيف، مرحبا به. ماذا بيا الناس الكل مرحب بها في اللايف نتاعنا. بالطبيعة فكرة في الاحترام للعباد الكل، بالطبيعة اللي تحب يوصل صوته بكل حرية مرحبا. ما فهمش شكون قال الصوت ما فهمش. نحاول نحي الكيت، ما نعرفش خير شوية الصوت هكا ولا اسكو موجود صوت ولا دونك. كيما نذكر الكل اللي حاب يتدخل معنا مرحبا بيه. بعد شوية باش يكون معنا زميلنا وصديقنا الياس بن صالح، حاب يتدخل معنا من إذاعة ديوان اف ام، نحكيو معاه أكثر على المنتخب التونسي. بالصوت الأمريكي اللي يقولوا الأولاد مرحبا بيكم. أيضا اللي حاب يحط كومنتير ولا سؤال في الكومنتير مرحبا بيه كيف كيف، باش نحكيو أكثر على القائمة نتاع المنتخب. أكيد خلينا نبداو نستقبلوا معنا أول سفيان بالعايبة. مرحبا بيك سفيان. أكيد مرحبا سفيان، شنو أحوالك خويا؟ أهلا بيك، مرحبا بيك، تحية ليك، تحية لتبقى فيك الكل. أنا حبيت ساعة قبل ما نبدأ حبيت نشكر برشا على الحكومة العربية، نتبقى فيك بالباهي، خدمة مزيانة برشا. وصلت لنا معناتها المعلومه كيما هي، عملت لنا ريبورتاجات مزيانين برشا، يعطيك الصحه وان شاء الله. عايشك يا سكين، يعطيك الصحه خويا، ميرسي بوكو. لا يا ماشي يا استقبالي ماشي يعني ان شاء الله هذا كيف كيف لا ما يعملوش يتعاك هو كاو. لا لا ان شاء الله انيس اسمع، احنا نعرفوه وزميلنا وصديقنا المعروف، واكيد باش يغلب المصلحه نتاع ليكيب ناسيونال، وهي معناها التونسيون طالعه بطبيعتها، وما وانيس معناها مش باش يمشي غادي باش يفسد الجو. اكيد ظاهر انه انيس معناتها من لا هو ما فسدوش في دوب باش يفسدوا غادي. اكيد التصرف نتاعو اكيد في كان برشا فيها حكمه، يعطيه الصحه. في برشا تربيه وفي برشا حكمه وفي معناها بصراحه الناس كل حياته وزميلنا وتضامننا معاه، واليوم زاد منظر الكبير معناها رفض باش يعتذر. ومالغري سا اني معناها هبط التدوينه وقال انا الموضوع كلاسيك بالنسبه لي انا، وتوا معناتها باش ننتهوا بالكان. التصرف اللي عمله منظر الكبير ما نجموش نعداو ما نحكيوش عليه، لانه التصرف معناتها ما يليقش بمدرب منتخب وطني، منتخب التونسي واحد من المنتخبات العظيمه في افريقيا، متحصل على كاس افريقيا، يلعب كان الادوار الاولى. التصرف نتاع الناخب الوطني في وقت نتاع خدمه، معناتها ماناش في الشارع، في وقت نتاع خدمه في بوان دو بريس اوفيسيال. التصرف ما ينجمش يكون تصرف نتاع الناخب الوطني نتاع المنتخب التونسي. انيس صاحبني بصفته كصحفي حاضر في النقطه، وهو بصفته كمدرب منتخب وطني، دونك هذا ما ينجمش يصير وغير مقبول. وانا لمت على الزملاء بصراحه، معناتها انا ما نصحوش من النقطه هذيك، وحتى ما نصحوش من الندوه الصحفيه اللي رفض انه يعتذر منها. ثم ممكن اربع من الزملاء نصحوا، لكن ثم ثلاثه من الزملاء اللي ما نصحوش. ان شاء الله هذايا معناتها نقطه وما تكبرش برشا لمصلحه المنتخب. وبعد افريقيا تو نحكيو معناتها بالتفصيل. كيفاش شفت القائمة سفيان اليوم؟ القائمة أنا خذيت منها برشا استنتاجات،
برشا حوايج ما عجبتنيش، كيما ما عجبتش برشا الصحفيين وبرشا النقاد زاده، كيما معناتها التبريرات اللي اعطاها على فرجان الساسي وعلى وجدي كسريده خاصه، لانه الجزائر كما نعرف معناتها ما احنا ممكن عندنا المعلومات، هم عندهم 5 ملاعبيه ديكلاري انهم عندهم كورونا، وعندهم عدد من اللاعبيه اللي قال في الماضي ماهوش باش يقول على العدد، لكن فما حديث برشا في الصحافه الجزائريه انهم 4 اخرين، دونك 9 ملاعبيه مصابين كورونا في المنتخب الجزائري. وبالظهر لي معناتها بالتفسير نتاع سي مون بن كبير ولا الاطار الطبي، ظهر لي معناتها الجزائر تستغنى على 9 ملاعبيه. اي ماهوش تفسير، هو قال الامور الطبيه انه مثلا ياسر الصقيري اعطيك اكزومبل، قال مثلا مش يكونوا موجودين كشريده والا فرجاني نجموا يعطيوا اصحابهم، حتى بعض يكون عندهم مخالفات الكورونا. اعطيك اكزومبل، ياسر الصقيري كان غايب على مقابلات كولن بسبب كيف عنده، كان عنده كوفيد، دونك هنا ياكد وجود ياسر الصقيري وغياب اللاعبيه هذا فرجاني ساسي وكذلك وجدي كشريده انه ما هوش هذا السبب الحقيقي. السبب الحقيقي مساج حنعطيك انا اللي كنت للساده المستمعين ويتبعوا فينا الكل، فرجاني ساسي وقع ابعاده من قبل رئيس الجامعه وديع الجري، اللي كان اكيد بعد مقابله سوريا صار خلاف صغير بيناتهم بين وديع الجري وفرجاني ساسي بعد المقابله. بالطبيعه الناس الكل تعرف الفرجاني قدم مردود سيء في المقابله هذه بسبب ابعاد من اللاعبين الكل والمنتخب الكل، كما قال فرجاني ما كانش في فورمه نهائيه، لكن ازيد شويه فرجاني ساسي خاصه انه تسبب في الهدف بالكره اللي خسرها في وسط الميدان. مشى له في الفستير رئيس الجامعه وديع الجرير، قال له انت كل مره ما تخسرنا بالطريقه هذه في مقابله من المقابلات، وذكروا بالبينالتي اللي ضيعها كونت المنتخب السنغال. فرجاني قال له يا اخي انت التو شد عليا في قلبك، معناها من كلمه لكلمه طورت شويه الامور بيناتهم، وما كانش ناجم نحيي وديع الجرير في وسط التورنوا، خاصه انه تعرف الناس الكل كان عندنا افكتيف، الافكتيف نتاعنا كان ليميتي على الاخر، دونك قعد شد هيلو استنى حتى ليفكتيف يكمل في الكان، وتم اتخاذ ديسيزيون تاع العقوبه نتاعو، خاصه كيف كيف يقولوا كورونا. فرجاني تقريبا الناس الكل سمعت الخبر استغناء عليه قبل حتى ما يتم الاعلان انه عنده كوفيد، وقبل حتى ما يغيب عن مقابلات مع الطحين. صحيح، بالنسبه لموضوع فرجاني ساسي الناس الكل معنا سمعنا به كصحفيين انتم موجودين غادي، وحتى معناتها اللاعب هو معناها حكاه البعض من الاصدقاء ومن الصحفيين معناتها في الخاص، وحكاها معناتها على الموضوع هذا، دونك هذا نعرفوه. المشكله انه معناتها الحاجه اللي تقلق سلام انه الاطار الفني بتاع المنتخب التونسي ولا مع الجامعه التونسيه كره قدم ما عندهمش الجراه، ما فماش جراه باش يقول هذا يستغنين عليه لاسباب اداريه. وين المشكل معناتها باش ولا راهو معاقب، مش لازم تحكي على لي ديتاي، لكن تقول هذا راهو معاقب من قبل الاداره ولا من قبل المكتب الجامعي، شنو المشكل معناتها؟ مش هو الاول ولا الثاني ولا الاخر. لا، ولو كونتر اكزامبل اسلام معناتها على ذكر ياسر تخيري، لو كونتر اكزامبل زاد موجود في المنتخب الوطني راهو، اللي هو دراجر، ونتفكروا دراجر تضرب في مقابله النهائي دراجر موش باش يكون موجود قبل المقابله الثالثه، يعني في المقابله الاولى والثانيه باش نكونوا عندنا فقط حمزه المفلوسي ك ظهير ايمن، والا البوليفانون اللي عندنا هو الدوزيام باش يكون باهي. مش مشكل هذايا البوست جديد، لكن وقت اللي معناها نحكيه على ملاعبي مصاب دراجر معناتها من الفينال كان نحسبه للماتش الثالث نتاع التور الاول نتاع الكوب دافريك باش نلقاو اكثر من شهر تقريبا باش يرجع يلعب، ويمكن معناتها فما زوز اسابيع ما ينجمش يتدرب اصلا، واللي هو معناتها اليوم تسبب قال انه البروتوكول الصحي بتاع الكاف وجديد وكذا، ما ينجمش يترينا مده 14 يوم وكذا، وهو لو كونتر اكزامبل عنده هازم لاعبي في القائمه اللي هو ما ينجمش يترينا بالجمعتين وما ينجم يخلط كان في المقابله الثالثه. هذا معناه حسب التشخيص الاولي، ومازال الولاد مضروب ونتبعوا فيه، معناه ينجم يكون حتى المقابله الثالثه ما يحضرش. دونك انت لو كان كيما قال هو هذوما ملاعبيه عندهم بلاصتهم في حتى في لي اون تيتولير وما مشاوش على خاطر كورونا، كنت نجم تهزهم وتصبر عليهم كان ما لعبش المقابله الاولى ولا حاجه، ما يقلقش معناتها. فهمت؟ دونك معناها تبريرات استبلاه انا سميته راهو بالنسبه
المنظر الكبير معناتها هو اللي هو مش معك باهي معناتها معك عندك بيستبله صحيح بيستبله معناتها الناس رانا نفهموا كوره ونعرفوا كوره مش والتوانسة كم ويكذبوا عليك، لو التوانسة يفهموا برشا كورة ويطبقوا برشا كورة والناس صحيح الكل تفهم كورة. واحد ويعطيك الصحه ونسمعوا فيه ملاعبيه معناتها دوليين سابقين كبار اللي بالقيمه نتاعهم وبالمصداقيه نتاعهم ونسمعوا فيهم في شنو يحكيوا على المنتخب وعلى اختيارات منظر الكبير. فما ملاحظه اخرى اسلام زاد اللي انا لاحظتها في القائمه وزاد معناتها ما نعرفش ممكن انت تزيد تاكد لي ولا لا، لكن فنيا نشوفوا القائمه ونشوفوا الملاعبيه بين قوسين البوليفالون اللي هسه ما نحكيه على بلال لعيفه مثلا وعلى علي العابدي، وقت اللي نشوفوا التركيبه نتاع المحور نستنتجوا انه منظر الكبير باش يمشي يلعب بدوز في المحور، معناتها باش يلعب 4-2-3-1 والا باش يلعب 4-4-2، معناتها باش يلعب برباعي في الدفاع، لانه بال 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 بالرباعي اللي عنده خاطر عنده اربعه برك في المحور صحاح واللي هما الطالبي وبرون والرقيق والرابعه وبلال لعيفه، وهو معناها قال خمسه لانه بلال لعيفه بوليفالون ينجم يلعب معناتها اريير دروا وينجم يلعب في اللاكس، وبالتالي انت ملاعبي اللي هو عمر الرقيق تسمع فيه اسلام فيهم واحد اللي هو عمر الرقيق اللي هو عمر الرقيق ما لعبش حتى دقيقه في الاكيب ناسيونال حتى التو، دونك نستنتجوا انه لعب انت عندك اربعه في المحور ولا حاجه هكا في ماتش اميكال لعب شويه لا ولا ما يمشي معاك برشا سفيان خاطر ماهوش واضح باش يلعب بزوز ولا بثلاثه في اللاكس، خاطر كما قلت بخلاف اللي سميتهم انت فما اسامه الحداد وفما امين بن حميده نجموا يكونوا معناتها كان نجموا واحد منهم يلعب باكسيال عادي يصير ماهوش واضح حق، ونتصور باش يلعب في بعض المقابلات نتصور باش يلعب بثلاثه في اللاكس. انا ما نتصورش انه يغامر في 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 مسابقه كما كاس افريقيا بالقوه نتاعها يمكن يجرب الثلاثه في اللاكس في الطور الاول مع اي لازم يكون اي، لكن معناتها باش يحط ثلاثه ويخلي واحد برك رومبلاسون معناتها على ضربه وتعرف الدفاع اصابات ينجم يتحصل على اوراق معناتها تفر حمر. لا قلت لك فما قلت لك مش واحد برك، قلت لك فما بن حميد وفما فما حدادي كيف كيف وفما واحد اخر معناتها ثلاثه فما على البنك نتصور الشواء موجود من ناحيه الكم موجود معناتها من ناحيه الكم موجود متفاهمين، لكن من ناحيه الكيف باش تمشي للدوزيام تور مع منتخبات قويه وصحيحه في افريقيا معناتها ما نتصورش كان باش يريسكي بن حميده ولا معناتها باش يحطوا في يلعب ثلاثه في اللاكس مستويات كبيره، واحنا شفناه معناتها الظاهر انه الاطار الفني بتاعنا ما يجازفش وما بلغه الكره وما يقمرش ويخاف، شفناه في البطوله العربيه خاصه في ماتش النهائي معناتها واضح انه ما يحبش يغامر ما يحبش يجازف وفمك الانكماش يخاف معناه يستنى الناس كل، فما حتى حد ما لاحظش انه في ماتش الجزائر لعبنا 110 دقيقه ما حداش ملاعبي اللي هما ال 11 هذوك ملاعبين ثلاثه مقابلات معناتها مع الامارات ومصر وعمان، دونك معناتها الناس كل لحظتها وهما على البنك كانوا خايفين يستناو في معناتها جات من المساكني ولا واحد من اللاعبيه اللي عندهم الخبره باش نركيو به البونتو والا نقبلوا بونتو باش يعمل تغييرات وذاك هو اللي صار، دونك هذوما معناتها اللي خلانا نستنتجوا انه معناتها ممكن منظر الكبير باش يمشي باش يلعب معناها برباعي الدفاع وممكن المباراه نتاع مباراة سيراليوني اللي هي بتكون مقابلة ودية وحيدة قبل الكوب دافريك تظهر لنا برشا الحاجات. الملاحظة الثانية واللي هي حكاوا بها عليها برشا اسلام اللي هي حراسة المرمى. وأنا بصراحة من الرأي اللي وكنت عبرت عليه اليوم قلته في المزاييك أنه أنا من رأيي أنه ما يسالش معناتها في كومبيتيسيون كيما كأس أفريقيا كيما نرميو دحمان ولا بشير بن سعيد معناتها ماهيش حاجة تقلق وماهيش نقعدوا خايفين ونحطوا فاروق بن مصطفى على خاطر الخبرة وكل، هو قال أنه فاروق بن مصطفى بوزيتيف في الجروب وهذه حاجة باهية والناس الكل نعرفوها أنه فاروق بن مصطفى معناتها بوزيتيف في الجروب ويدز أصحابه حتى كان ما يلعبش هو ويعاون الحارس اللي
في الكاس، حتى ولو هو ما يلعبش، وهذه حاجه مش متوفره عند برشا ملاعبيه وفريق بالنصف معروف عليهم الحاجه هذه. لكن معناتها انا ما نشوفش انه فما اشكال وقت اللي ندزوا دحمان ولا بشير بن سعيد، خلينا نشوفوا بالكشي معناتها نربحوا حارس مرمى في الكوب دافريكا هذه، معناتها لانه مانيش معك، مانيش معك سفيان الحق، مانيش معك، خاطر مسابقه بحجم الكان باش تجازف بها بجارديان عمره ما لعب مع المنتخب صعيبه شويه، نتصور حتروحوا في مأزق كبير منذ الكبير، نجموا حتى لا قدر الله كلهم دي جارديان ويعدين خاصه دحمين والا بشير بن سعيد، لا قدر الله تصير حد اي حاجه نجموا نقضي عليه. يعطيك الصحه يا سفيان، شرفتنا بوجودك معنا في اللايف. الاسلام ميرسي بوكو خويا، وان شاء الله ديما معناتها تتحفنا بالروبورتاجات وبالحوارات هذه حلوه برشا، والناس كل والشارع الرياضي معناتها يستنى فيها، وبالتوفيق ليك خويا. ربي فضلك، خلينا نشوف شكون اخر معنا ناخذه معنا في اللايف. شكون يحب يتدخل معانا؟ موجود رضا ولا رياض، راح بس ثبتوا في الاسم بالباهي، رياض الناموشي. دونك اللي يحب يتدخل مرحبا به، يعني يطلب سواء عنده تعليق ولا يحب يسأل سؤال، مرحبا بكم الناس الكل. نعمل شوية على لايف نحكي فيها شوية عن منتخب والقائمة نتاع اللاعبية اليوم. ناخذ معانا رياض الناموشي في انتظار يكون معانا. بون موجود هذا في راس بقلوتي. مرحبا يا خويا. مرحبا يا سلام، شنو عملك؟ شنو الأمور؟ لاباس؟ بس الحمد لله. ما فهمتش ليه قص، وقال خرج باين عاودوا ناخذوه من جديد. محمد ناجي الشرطي فما زاده، اللي يحب يتدخل الكل مرحبا بكم، سيبا عندكم تعليق والا اي حاجه على المنتخب مرحبا. محمد ناجي الشرطي، الو ناجي هلا بيك، نعرفش مانيش قاعدين نشوفه مانيش قاعدين نسمعوا فيك. ناجي ناجي، لا تصوير افلام مانيش قاعدين نسمعه. باهي نحاول نشوفه واحد اخر معانا في راس بقلوتي. في راس مرحبا يا سلام، السلام عليكم. هلا بيك خويا، لاباس؟ الحمد لله، شنو عليك انت؟ الحمد لله، شنو الامور؟ لاباس الحمد لله. خويا قل. قائمة المنتخب أكيد نحكيو عليها. كيف شفتها في راس اليوم؟ باي نجمو نحكيو عليها برشا، معناتها قائمة المنتخب كي تشوف مثلا أربع جارديانات، معناتها عودنا في المدة الأخيرة نشوفوا معناتها في قائمة المنتخب أربع جارديانات، تروا رير دروا، تروا رير جوش، معناتها نستغربوا زيادة. بون أربع جارديانات، نجم نجاوبك باش ما يكونش كل شيء سلبي وننقدوا حتى في المدرب جراتويتمون. أربع جارديانات هذا اللي معمول به في المنتخبات الكل، بويسك كان هذه في ظروف استثنائية. تعرف الكاف أعطت 28 ملاعبي باش يكون موجود في القائمة مش 23 في العادة، دونك على ذاك موجودين كات جارديان، معناها ماهوش كيما مش باش تقارنوها مثلا بكوب دي موند والا بالكان اللي فات، وخاطر فما ظروف استثنائية وفما ليست ب 28 مش ب 23 ملاعب. حتى مع بون قول لي كاتر يا جوش والا عرفش حاجة أخرى، نجم نسمعك. كاتر يا جوش
وعلي العابدي في مركز معناه ما فهمناش اول مره معناه نسمعوا به المركز هذاك نستغربوا شويه معناه هو واضح يبدو انه تبرير منه هو ما لقاش عنده الجرأه والا الشجاعه اللازمه باش يستغني على واحد والا زوز من ليزارييف. دونك هكا شفنا حاطين وسام الحدادي في اللاكس رغم اللي عمره ما لعب مش عمره هو تكوينه في اللاكس صحيح لكن من يطلع لي سنيور ما لعبش في اللاكس لعب حتى مع جمعيته شويه في اللاكس لكن تلعب بثلاثه في المحور اسكو باش نحاول عليه باش يلعب بثلاثه في المحور نستناو ونشوفه وقتها. وكنت نشوف لعيبة كان نجم ينادي مرتضى بن وناس في مركز ريال قوش قاعد يقدم في مستوى ممتاز أريد معناه أقول واحد آخر لا إيه بون معناته نعم نشوفه أجدر من بعض الموجودين حقيقة أنا نعطيك نشوف في برشا يحكي على مدافع من والناس أنا نحبه برشا وملاعب برشا الحقيقة ما كانش يلعب برشا هو في أول موسم توا بدا يلعب شوية كيف مقابلة الأخرانيين ونحب نقول لك اللي ماهوش المركز نتاع الرجوشرة إذا كان ثبت مليح بدل المركز نتاعه ويلعب حتى في الخط الأمامي المقابلة اللي فاتت لعب جناح هاي كمهاجم جناح هاي اي اما يتمثل لعب حتى كم مهاجم اي شو احنا ما دمنا نلعبوا كان مش لعبوا ثلاثه بالعكس اللي لا رير دروا ولا رير جوش متقدمين اللي مقدمين معناها يتمشيوا مع الطريقه هذيك الهجوميه اللي كان مش لعب دروا بالعكس ما نعرفش المدرب مش لعب دروا بالعكس ولا دروا اللي اي ظهير متقدم هو فما البوست معناتها هذاك يجي مدرب محظوظ علي معلول اللي هو يفوق الجميع مستواه افضل برشا من بقيه اللاعبين فوق قال ممكن مركز شكون الدوزيام نتاعو بداو يبقاو يتنافسوا عليه بن حميده اللي عمل بطوله عربيه ممتازه كيف الحدادي العابدي وحتى مدافع بن ونيس نجم يكون موجود في القائمه علاش لا صحيح كلامك حتى وجدي كشريدة كنا نجمو نشوفوه نستغرب كورونا نتصور يبرى معناها ويجم يكون موجود حتى من الجولة الثانية الثالثة وجدي كشريدة نستغرب زيادة صحيح سعد كلامك بقير كنا نجمو كما نشوفوه كنت نحكي مع صوفيا ما نحبش ما نقولوش نعاودوا في نفس الكلام نربحوا اكثر وقت وناخذ معنا اكثر حتى عبيد يعطيك الصحه في راسي توزجار زيادة بتنحكي عليه كلمة بارك السلام اي قول لي مثال شيء توزجار معناها وزقار معناها ما لعب مباريات قليلة مع المنتخب ما عندوش حتى الخبرة في أفريقيا ما لعبش قبل في أفريقيا تشوف استدعاء هي ما عندكش يعني شوا هذا اللي متألق من لعبه في فرنسا يعدي في دي سيزون لا كبار برشا ما عندناش شوا في الخط عمناه ينجم يكون حل من الحلول علاش ليه مانيش كونتر في توزجار يعني حق إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يكون يعطيك حل الصحة إن يا شاء الله فراس ميرسي خويا عايش عايش بين نحاولوا ناخذوا شكون آخر يحب يتدخل معانا آدم أهلا وسهلا بالمعلم ذكر اللي حاب يتدخل مرحبا بكم الناس الكل اللي عنده تعليق والا سؤال والا اي حاجه على القائمه بتاع المنتخب اليوم وحضورنا في الكان مرحبا بكم الناس الكل برشا طلبات الحق احمد دكشاوي سفيان كيف كيف زديري اشرف كيف كيف عزيز برشا ياخذكم الكل اهلا بسي ادم اهلا بسلام صباح شنحوت الحمد لله هاي تفضل خويا صباح عمرك والله الحمد لله والله يجوز سلام حبيت نعلق انا على الفترة بتاع عيني انت صاحباني اللي صورت الفيديو بتاع الكباية اللي قلبت هالدنيا هاي صورت الفيديو خويا وتسرق برشا الفيديو من وسائل اعلامية ويعرفوا المصدر الناس الكل تعرف المصدر الفيديو منين وين هبطناه ولا فما حتى وبالرغم ما كونيكسيون بدلش عندك قاعد تقص مانيش قاعد اسمع فيك بالبيت صباح هكا تو اي اي قول لي اي قلت لك بالنسبه باش نرجع الساعه حكايه الاولى على وسائل برشا وسائل اعلاميه خذات الفيديو وتعرف المصدر نتاعو الفيديو منين ومن با ذكره يعني المصدر هذه النقطه الاولى اي وبالنسبه للنقطه الثانيه والله انا بدي صورت الفيديو سلام حقيقه من ضامن برشا مع انيس الحبيري اللي يخدم معنا في اكسبريس افير بالحق معناها لحظه اللي وقتني نصور في الفيديو معناها حاجه توقف المخ كيفاش معناها اوترونير تاع كيف ناسيونال يخرج منه كلام كان كمن هذاك بالحق سلام حاجه توقف المخ حبيت نتدخل جسم الدار مع انيس برشا وانا في وقت ما سلام يضري حبيت حتى نخبيه الفيديو ما كفرت معناها الكلام من الخايب معناها اللي وقت طلع من الاوترونير تاع كيف ناسيونال خاطر معناها صحيح. كلمه ما تتقالش بالحق نعرفها الناس كل الكلمه شنو اللي تقالت بالحق اللحظه هذيك خلاني نصور في الفيديو قاعد نصور ومانيش مصدق في الكلام اللي قاعد خارج من عند سيمون ذا الكباي وبالحق برافو لانيس خاطر
كان متملك اعصابه على الاخر نعرفوه انيس معناها الناس كل كيفاه كان متملك اعصابه ما با رجع عليه وبالحق شابو انيس على الروح هذايا وان شاء الله صار يجي نهار يعتبر في منظر يرجع روحه خاطر شفناه اليوم في كونفرنس دي بريس شاد صحيح تحكي معاه زميلنا مادي عبيد في شمس وحده شي حكى معاه معناها باش يعتبر قالوا ليه ما نعتبرش ومشى وخليه ان شاء الله اخويا ما عرفش انا فماش يدور الاعتذار من شيء من الكبار شنو رايك في الليسته؟ اخويا في الليسته والله حسابات كل حسابات يوهانتس غارا بارامون عاش عصام الجبالي هنا جابوه الراجل معناها من الكيب نتاعو يستناو في يوهانتس غار معناها يعطي الكور نتاعو ولا كيفاه ما فهمتهاش معناها الحكايه كيفاش علاش تجي فيه انت في الليسته من الاول كي انت ماكش باش مش تعيطوا الليست فينا وعلي العابدي وعرفت معاش قادش من هذا الجوش ماشي وقادش من هذا الروا وجدي كسريدا بريود اللي فات جيت ماتشويت هو تتيرير في الكيب ناسيونال اليوم وجدي كسريدا يلعب في السيريا مع الناس بارس جواليت يظهر يلعبوا في السيريا مع الناس جواليت يلعبوا في الأوروب خلينا مش في السيريا بارك عارفين نعرفوا اليوم وجدي كسريدا اول ليست حاجة ما تفهمش سعد الكير هكا شفنا الإمكانيات نتاعه كل ما هبط السلام قدم الإضافة كيف كيف سعد بقير مش موجود ما يعرفوش عليش مش موجود انا بالنسبة لي كنت حاضر مرة في نعش مقابلة زامبيا يظهري سير تيران سلام سعد اطلب منه نورترونير تعالي كيف ناسيونال بش يمشي يلعب على اليمين سعد رفض بش يمشي يلعب على اليمين من وقت انا حاسس الامور هو سعد بقير ما يش ولا بد جا اعطيك صح يا دم كونكسيون ما يش به عندك سود القاعد يمشي ويجي خلينا نحاول ناخذ عباد اخرين معنا في اللايف معنا نشوفوا شكون ناخذ معنا ايضا حاول ناخذ العباد اللي من بكري اتصلت بينا محمد ناجي الشطي خلينا نعاود ناخذوه ما كانش معنا قبل هيك يبدو انه قصت عليه الكونيكسيون ان شاء الله تكون اموره لو 5-5 المره هذه ما تمكنش يبدو انه باش يطلع معنا الو نجي لمو كونيكسيون عندك ماهيش باهيه ماهيش قاعدين نشوفوا في التصويره خويا مانيش قاعدين نسمعوا في الصوت باهي نشوفوا شكون اخر معنا نجمو ناخذوه في اللايف اليوم نادي باهي سفيان نحاول ناخذوا القدم خويا مرحبا بيك وبيك عايش لاباس سفيان والله الحمد لله لاباس باش نحكي على 3 بوان فيسع فيسع احكي خويا عادي تحب خاطر العباد راهم حكاو بالكدا بالكدا معناها برشا حاجات اي صحيح ماذا بيا الكلام اللي تقال ما منعرضوش سفيان اي تفضل حاجه برك نحب نزيدها هكا نحن في الكره المودرن اللي نعرفوه معناها لازم الكولكسيون ديما تخرج من عند الجارديان والجارديان لازم يكاور بالكدا في ثقيل ولا بيان سور اي انت لاح في الماتش هذا تاع الكيب ناسيونال الكل فاروق بن مصطفى قداش من كوره يجيبها في التوش لا احسن واحد متفاهمين معز ما شاء الله عليه صحيح خير حتى من برشا من لاعبيه معز احسن ايوه يحكي ديما تو خاطر تو عامل براد فير مع صحافه واحد معناها جمعتين على الكان معناها ما تنجمش خليني انا نحب نعطي رايي انا في النقطه دي نتاع لي جارديان والله انا الزوز غلطوا معز احسن انه فاروق بن مصطفى والزوز انا عارفش نمن بيهم لكن نظن مشكلتهم مشكله الثقه فقط انا اخويا مع انك انا مع انه تخليهم الزوز لحق فاروق ومعز لكن مع واحد ما يجيش تنحي واحد وتخلي واحد خاطر الزوز غلط خاطر انت تحب تاخذ يعني تنحيهم الكل الزوز اما اذا كان انت معناتها انا رايي انك تخليهم الزوز خاطر هما تحبوا تكره الزوز من احسن ما عندنا في تونس سوى فاروق وانا معز والمشكلة نتاعهم مشكلة ثقة خويا جارديان يغلط نحيه ما ما ما, ما تصيرش هكا الأمور معناها لازم شوية ثقة في الجارديان نتاعك مش جارديان اللي يلعب وخايف يده على قلبه يعرف روحه باش يغلط باش يتنحى دونك باش أنا أستحكي على دحمان جارديان ممتاز ونحبه ويعجبني لكنه رجع من كروازير خويا مازال ما عندوش ما تطيشوش ديريكت في الكان بشوية تطيشوا بشوية تعطي دي ماتش أميكو بشوية تدخلوا في الجو لكن تطيشوا ديريكت في كومبيتيسيون كبيرة كيما الكان تجم حتى يتحرق هو الا باش يبن سعيد والا كيف عليه جمال زاد اي تو دحمين راجع من كروازي تو مثال تو السيد اللي قبل يحكي على توزكا
تصغار من اللي خرج من الكلوب من اللي صارت المشكلة مع الكلوب ما عادش عاد تثقوا في الكلوب ناسيونال. تجي انت مع تيم كان تعاود تعمل له معناها تعاود ترجعوا باش تلعبوا في الكان وتحطوا وماك تعرف انت اللي كونديسيون تاع الفريق كيفاه. والله نشوف باش ما نكونوش كل شيء سلبي على سلام. معناته صغار قاعد يلعب في فرنسا وقاعد متالق ويمركي ويسجل مع خاصة ما عندناش حلول. شوف بطولة عربية كان عندنا كان فقط سيف الدين الجزيرة يعني مهاجم اخر لازم يكون موجود في القائمه معناته يفوت برشا صغار والا برشا يستحق على عصام الجبالي. ما نتصورش ما فرق كبير بيناتهم سواء صغار والا عصام الجبالي الحق. اعطيني سينوف شكون فما اخر نجم يكون موجود في القائمه. والله بور لو مو تونس ناقصه اي معنيت في وقت من الاوقات حبينا ياسين الشماخي في وقت من الاوقات حبينا في راس شوات لكن يطلعوا شويه ويتيحوا شويه معناها ما ماهوش رندمون نتاعهم ستابل. انا ما نجمش حتى نزيد معناها في الحكايه هذوما خاطر معناها كونترينور امور ستاتيستيك كل شيء ستاتيستيك ما بارلون ما عندي ما نقول فيه معناها خاطر تاو نحكيو كان ستاتيستيك. اما قبل جمعتين من كان تدخل في الفوضى هذه وتعمل معناها مع الصحافه وحكيت جارديانات واحد انت كيك الجروب نتاعك ديجا فزتهم معناها فهمت. لا واضح الجو ماهوش باهي في المنتخب. يعطيك الصحه اخويا مرحبا بك. بارك الله فيك. باهي نحاولوا ما نزيدوش نطولوا برشا. ماذا باهي العباد الكل تدخل تقول كلمتين في صفيصه باش ناخذ اكثر عدد ممكن من الناس تحب تدخل معنا. باهي شكون اخر يحب يدخل معنا؟ ماذا بينا تختصر في صفيصة باش ناخذ اكثر عباد قبل ما نكملوا اللايف. باهي موجود معنا طفله هاي تحب تحكي على المنتخب ساره هكا. الو باهي ماهيش ولا بد الكونيكسيون نتاعها مش مشكل. نشوفوا شكون اخر. عزيز ولا اشرف؟ اشرف مرحبا يا اشرف. ماذا بينا باختصار كما قلت نوصلوا الفكره نتاعنا والا كان فما سؤال والا نقطه نتناقشوا فيها مع بعضنا باش ناخذوا اكثر عباد معنا. اشرف ما نعرفش موجود ولا اشرف مدريديستا. اهلا بيك يا اشرف. ما نعرفش ما الكونيكسيون يبدو انه ماهيش باهيه. نحاول ناخذ شكون اخر معنا. محمد الشايبي محمد اهلا بيك خويا. اهلا سلام اهلا بيك خويا سافا لاباس الحمد لله. بون بكري سمعتك في القائمه قلت على الاربعه جرديانات معناتها ماهيش بدعه وموجوده في العالم. امان اي امان نشوف معناتها نربح بها جوال قدام خير من نجيب جرديان معناتها ابريتو جرديان باش يكون بناك وكل شيء واحنا مسحقين جوالات القدام. كنت نجم نجيب سعد بقير نربحوا القدام بالنسبه لعصام الجبالي انا مكشخ وبون عصام الجبالي بون صحيح ما يقنعنيش اما مثال معلش تجيب فيه معناتها تجيبه توا وما تلعبوش وتنادي هو اسمع خلينا نقول لك انا اعطيك معلومه هو واضح كان جابوه هما قاعدين في نفس الوقت يتفاوضوا مع يوفنتوس قال لاخر وقت حتى ما كانش حاب برشا يرجع وجمعيته ظهر لي كيف كيف هي جددت له عقده خاطر ماهوش لاعب دولي وما يحبوش يخسروه في الكان. كانت فما مفاوضات بين توسكار اي ما تجيش في حقه خايب ولو انه منذ البارقه قال حكيت معاه وفهمته انه قرب برشا ونجم يكون موجود لكن ما نعرفوش رد فعل اللاعب خاصه انه جاب قداش من ستاج وما خذاش فرصته كامله الحقيقه عيب. صحيح اي حتى سي معناتها جوار خسرته بالنسبه لي عصام معناتها مالغري اللي البرفورمانس اللي قاعد يعدي فيها في الاكيب نتاعو والناس الكل معناتها عيطت لي وصل لزموت يسحق فرصه. بالنسبه للزاريير لزاريير عمرها ما صارت هذه تروا زاريير جوش تروا زاريير دروا علي العاد يجيبوا يكون اربع وين نكون نكون ما هذيك البوست جديده بوليفالون معناتها دونك بالنسبه لي هو ما ثلاثه دونك انا في بلاصتو زوز ما هوش ثلاثه انا في هذه بدعه هذه عمرها ما صارت. كل مره نتعلموا حاجه من الكيم ناسيونال ما نعرفش يسكي يسحبوا الشعب ما يفهمش كوره الناس الكل تتبع الناس الكل تفهم ورانا معناتها انا مع انه فكره التونسي تفهم برشا كوره وتتبع برشا كوره وتتفرج برشا في الكوره. وعلى فكره معناتها باش نكونوا واضحين وانا نعطيها لك على ذمتي من توا
الليست اللي باش الجوارات اللي معروفين باش يكوروا معروفين، فما جوارات هزت باش تزين القائمه، معناتها معروفين احنا من توا معروفين ال11 اللي باش يلعبوا، معروفين الخمسه ولا سته اللي باش تصير بين بيناتهم، معناتها الناس الكل تعرفهم نسبه 90% 99% معروفه صحيح. ان شاء الله بون. احنا في كل مره معناتها في كل بلاتوات تحكي على يوسف، يوسف معناتها من اقوى ما خرج تونس ومن اقوى ما جانا من الجوارات، اما علاش نقعدوا كل مره كل مره يوسف يوسف نتاع 25 مينوت نتاع 20 مينوت يوسف مش نتاع 90 دقيقه كما ماتش الجزائر وكل شيء، معناتها يوسف لازم تكون عندك جرأة معناتها تربحوا جوار دخلوا في الاخر في ال 20 مينوت، اما جوارات صغار معناتها تنجم هي تو في الافريق وكل شيء فيزيكمون وكل شيء تعطيك خير، معناتها لازم يكون جريء المدرب ولازم يتعلم يقبل النقد. عامين ثلاث سنين تالي نأمن به برشا، مع انه حتى ماهوش في فورما يقعد انه في كل وقت نجم يقلب لك المقابله، لكن توا الحقيقه باللي شاهدته في البطوله العربيه انا صحيح هزيت ايديا، ما عادش يوسف نتاع العاده الحق نتاع تحيه نتاع بيعاون في النخر يبدا ماتش وميتون، معناها ماهوش تاع ماتش كامل ظاهر نتاع السنه فين منه حاجه معناها يعملها في الوقت هذاك صحيح معك عادل. بالضبط بالضبط، وان شاء الله وان شاء الله ما نشوفوش سيف الدين الجزيري اللي عدى بالنسبه لي عدى كوب مع كوب داراب قويه برشا، ان شاء الله ما نشوفوش الخزري اللي هو تاكون اللي خزري عمره ما يقنع كنوف، معناتها معناتها سيف الدين الجزيري يقلق يتحرك صحيح يضيع، اما نصور بالتشكيله الكامله هذه الاساسيه وبال معناتها يكون وراها يقرب له معناتها الوسط باش يتحسن. نصور جزيري نصور باش يكون خير من البطوله العربيه خاطر يمكن تعب برشا البطوله العربيه، واحد يلعب ماتشات الكل واحد يلعب 90 دقيقه، الحقيقه ما عجبنيش البطوله العربيه برشا رغم اللي برشا قاعدين نشكروا فيه، اما نصور ان شاء الله يكون في الكان يكون خير خاصه ماهوش باش يلعب ماتشات الكل ماهوش يلعب 90 دقيقه، نصور اذا كان يكون حاضر فيزيكمون وفما شكون يرتاح حاليا نصور يعاوننا برشا ان شاء الله. بدر بالنسبه لاسامه الحدادي اكثر من سؤال، معناتها الناس كل ما كنتش تتوقع لي اسامه الحدادي في الليست، ما نعرفش علاش ما نعرفش على الجاي يعني انا مانيش معك نشوفوا بالوسير الحق اسامه لا هو اما حاليا توا باللي عندنا خاطر في الاكس توا خاطر هو جايبه في الاكس جايبه معناتها التالي عندك لهنا كان لازم تعمل شو انت عادي صار اخويا تختار انت شكون الملاعب عندنا طالبي بروي والعيفة تبكل عليهم مثلها حقيقة تبكل عليهم، معناتها احنا توا عندنا دفاع والوسط معناتها ان شاء الله هذه اللي حاجة اللي تطمن شوية القدام ان شاء الله ان شاء الله نشوفوا حاجة ان شاء الله يكون هو خدم في التدريبات وصعيبة بصراحة انا مش متفائل ان شاء الله اخويا ان شاء الله خلينا متفائلين يا اخوي ان شاء الله نعملوا كان باهي رغم الظروف في الكل رغم الصعوبات هذه الكل، يعطيك الصحة يا محمد. شكرا ميرسي عايشك ميرسي كثير. بنحاول ناخذ معنا اخر واحد اليوم في اللايف ان شاء الله مقابل مناسبات اخرى يكون معنا لايف اخرين. جمال لاروما معنا جمال تعب باهي ما تعديش جمال من عرفش عديش شوفوا شكون يبدو ان الكونكسيون مش باهي عند جمال شوفوا شكون اشرف نعيجه اكيد نحكيو ديما على المنتخب الوطني التونسي تعطينا رايكم بسرعه باش ناخذوا معنا اكثر عدد من العباد اللي تحب تحكي على المنتخب. نبيل ايضا خلي ناخذوا معنا بطل نبيل شكون اخر فخري جميل عندك مشكلة في الكونيكسيون طلبتك اكسبتيتك وما حبيتش تتعدى نحاول بعد فخري كان هكا ناخذوه بجميل خويا مرحبا بك مرحبا تبا شنو الامور والله انا نعيش اخويا في تونس شنو تحب تكون الامور مع منظر الكباية لا باس يا اخويا لا باس الحمد لله هادي الحمد لله اخويا تفضل فخري
والله يا انا اخويا انا نتابعه في الاكيب ناسيونال ان شاء الله يا عمر. اما اسمع برجولي مانيش متفائل عليه خاطر هادي خلينا متفائلين رغم كل شيء. اسمع هادي ما عندهاش كيف ما عندهاش كونترولير هادي ما لا عندنا لا جوهرات لا عندنا هادي تحب نحكي بالرسمي صحيح اخويا اسمع برجولي يا اخويا يا سلام انا نتابع فيك اسمع فيك اسمعني برحمه بوك احنا ما عندنا شيء تحب تكره ما عدنا شيء لا عدنا لا كيب بيه لا انترونير بيه حتى الاختيارات انا كره ليس مين شناية ما تفرحش شكون بشي لاعب بشي لاعب ايجا تزقار شي عمل في الكيب ناسيونال الواي عايت باي نجاوبك جاوبني مثال الحقيقة ما يسمعك قل لي اوكي الانترنت ساعات دخل مش ليه 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 انا تحكي قلت ساعات الانترنت ساعات اختيارات غريبه لكن ملاعبيه الحق عندهم ملاعبيه باين ما تحكوش متحاملين تاو ديال السخيري ولا اسمه بن سليمان ولا عيدوني ولا حتى في الدفاع ابطال دي برون ملاعبيه قاعدين يلعبوا في جمعيات وما شاء الله عليهم الخازري كيف كيف يلعب حنا بعض ان شاء الله شفنا بوادر باهيه كيف كيف عندنا ملاعبيه عندنا جينيراسيون بيه سيدي ما شاء الله عندنا عندنا ملاعبيه مي بارابور لكيبات الاخرين ما عندناش راهو كي تحكي على ملاعبيتنا بارابور للملاعبيه نتاع لكيبات الاخرى كي تقارن تونس بالسنغال اللي عندنا احنا بالسنغال بالالجيري يا فخري معك اسامي هما خير منا برشا لكن ما قلت لي وراه خاطرك انت عندك اسامي ونجوم ديما انت تربح على ماتش كل شيء ممكن شفنا السنغال في الكوب دافريكا اللي فات كنا خير منها وكنا نجموا نربحوها معناها الناس الكل تعرف تظلمنا في الكوب دافريكا الاخرى وكنا نجموا نربحوها معناها ماهيش خاصه المنتخبات الافريقيه هذوما ماهيش اسامي معناها فما جروب تلقى جوهم ديما ماهوش ولا بد فما لعبيه ما تحبش تجي كوب دافريكا تلعب كوب دي موند ما هيش حكايه اسامي اوكي معاكم اخر منا لكن ان يكون عندك ايكيب وجروب اهم من انك عندك نجوم ودي ستار معناها يعطيك الصحه يا فخر عايش برا اخويا ان شاء الله زين ان شاء الله اخويا خليك متفائل باهي خلينا نزيدوا فما برشا طلبات خلينا نزيدوا معاكم شويه في اللايف نعملوا على الاقل بدتو في ساعه نعملوا على الاقل ساعه خلينا نعاود ناخذوا جمال ما حصلناش عليه قبليك خلينا نزيدوا نحاولوا ناخذوا شويه يكون عنده كونيكسيون خير شويه جمال داروما ما حبش يطلع جمال من كونيكسيون يبدو انه جمال اهلا بيك اهلا وسهلا يا بيه تري بيان الحمد لله خويا مرحبا زعما مرحبا والله لاباس الحمد لله مرحبا بك هاي تفضل خويا يا خويا والله نقاط استفهام على الليست اي جميل ماذا بيه كان كلام تقال قبل ما نعاودوش كان فما حاجه جديده ما تقالتش نقاط استفهام برشا حكينا فيهم كان فما حاجه ما تحكيتش قول لي لا انا نقاط خويا مستغرب في حاجه بركة احنا نادو يوفنتوس كار في يوم النرفض ونقولوا ما عندناش دي زاتاكون عندنا لواس تو عاملين معناها ايكيب باهي علاش ما ناديش مثال حمدي العبيدي تاع لك هو ابارامون الجامعه انا راني مانيش ضد وديع الجري ولد بلادي وان شاء الله فيه لكن الجامعه كل نقاط استفهام حمدي العبيدي مثال شهاب العبيدي علاش ما نزوش احنا ما نزوش فكري عليهم جميل تو حمدي العبيدي من با اساسي في الكلوب معناها يا خويا احنا في الاوروب ينجحوا 18 انا تو عندنا حنا بعد المجد ما شاء الله عليه عطاه فرصة اي تو انت تصاروا من با اساسي في جمعيته باش عيط له ليكيب ناسيونال معناها مو بشويه بالمراحل انت اعطيه فرصته في جمعيته اي تو انت حمدي العبيدي في ليكيب ناسيونال ماشي بلي انت تو يوفنتوس كار هازم باش تلعب تيتيلار باش يهبط برناك كان ينجم يهز يلانسي جوالات جدد احنا تو مشكله الكارديان ما نحبش نرجع ليه احنا ما حضرناش كارديان معز حسن انا ود الكليب نحب الكليب ما يقنعنيش ما يقنعنيش فاروق من مصر زاد مانيش ضده والله باهي صحيح بنا يا تروازيام غارديان نمشي معاك اما تو دحمان بشير بن سعيد كيفاش باش تعمل انت احنا قعدنا مشكله في الغارديا ومشكله في الزاتاك عندنا مليان نار وعندنا دفاعنا هو تو الكالون في التبرال بتاع ليكيب ناسيونال انت اسلام صحافي وتعرف واضحه في رايه وفي مخه حتى الشعب التونسي راه يعرف صحيح صحيح
معروف باش يلعب ثلاثه فلاكه باش يلعب معروف التشكيله بتاع حمد ما منظر معروفه في مخه حاجه ما تناقشهاش وما باش تعرض انت صحافي زي ما عمل مع نيس استحبال. انا بصراحه نقاط استفهام كبيره برشا وكيب ناسيونال تاعنا انا متفائل راه ان شاء الله التونس انا كلو كان مره دراوي يا سلام نحبوا بكل نحبوا المنتخب باش يعمل حاجه كبيره في بطوله افريقيا لكن والله ممكن يعمل حاجه كبيره. احنا رانا بالنسبه للجزائر ولا مصر ولا المغرب العرب هذوما ريت زي ما مصر تلعب هي وحنا نربحوها الجزائر راهو تحبنا تاعنا صحتك اما رانا كورنا خير منها. عندنا مشاكل مع افريقيا جنوب الصحراء شويه نحن صحيح احنا عندنا مشكله مع كوت ديفوار والكاميرون وحتى السنغال راهي عملنا معاها لانكاردي فينال عملنا مع ايكيب باهي وظلمنا الاربيتر لكن عندنا ظلمنا الاربيتر صحيح لكن حتى هم حتى احنا مرشا مرات في ضيعنا بينالتي فرجاني ساسي اي توا يا سلام هاو فرجاني ساسي ما نداش الصحافه الكل والجمهور الكل مش راضي عليه ما عملش كوب ضرب عمل كوب ضرب خايبه لكن هو يوسف المساخني كيف علاش نادين اي حكينا عليه فرجاني قلنا مشكلته ماهيش مشكلته عمل كوب ضرب خايبه ولا عمل حاجه مشكلته تعالوا رئيس كنا حكينا عليه ماهيش ماهوش تكنيك ويوسف الحقيقه عنده بلاصته يوسف في المنتخب صحيح ما كانش في فورمه في المقابلات نتاع الكوب ضرب لكن نحبوا تكره خويا قيمه ثابته وقائد المنتخب وعنده بلاصته في المنتخب صحيح كما كنت نحكي مع اللي قبلك ماهوش تاع ماتش كامل اوكي لكن في وقت 15 دقيقة نتاع ساعتين نتاع نص ساعه 25 دقيقه نتاع ميتون ينجم خويا بالامكانيات اللي عنده ينجم يقرب لك ماتش ان شاء الله نحبوه نحن نحبوه يرجع يوسف نتاع ايام زمان الحقيقه اللاعبين نحبوه الكل وتونس الكل تحبه. بون صحيح كلامك لك اخويا حتى وهبي الخزني مثال يبدا مش في نهار ما ينجمش يخرج ليكيب ثم جوارات اكبر من المنتخب اكبر من منظر القبيله تحس اكبر شخصيتهم مدرب اي مشكلة مدرب مش فما حد حدك من المنتخب لكن خويا احنا كان جينا رجول عباء نجاب ديميكات ايكيب دي ستار ليكيب ناسيونال وقت 2004 رجول عباء خويا نفس بيان سور شخص تدخل هنا شخصية المدرب هي اهم من كل شيء صحيح معك على بالنسبة لي ليكيب ناسيونال عندي تروا جوار ما يتمسوش عندي براون والياس الصخيري والعيدوني هذوما سيتو ما شاء الله عليهم صحيح يعطيك الصحة ما شاء الله عليهم عندنا وسط باهي عندنا دفاع باهي البوست الجديدة بتاع الالعاب دي بوليفالون راهو هذا باش يزين بيه معروف معروف راهو باش يلعب في الكوش مشكون والدروا مشكون معروف كل شيء معروف راهو وانا اكد لك انا توا ماتش علي العبدي مش باش يلعب حتى بارتي اون بافوا يعطيك الصحه يا جمال ميرسي بوكو خويا ميرسي خويا اسلام وربي معاك مرحبا بك عايشك بالتوفيق دونك يعطيكم الصحة الناس كل مشكورين برشا على المتابعة الكبيرة اللي دخلتوا في اللايف كيف برشا حبيتوا تدخلوا معنا وتوصلوا صوتكم أكيد اللايف هذا تلقاوه على يوتيوب الكل اللي حاب يتفرج بعد شوية تلقاوه إذا كان فاتكم بالطبيعة يعطيكم الصحة الناس كل ياسكم زينة وإن شاء الله بالتوفيق للمنتخب في الكان رغم هذا الكل ورغم الانتقادات أكيد متفائلين المنتخب ينجم يمشي بعيد في الكان وكما قلت راهو عندنا ملاعبية ينجموا يمشيوا بينا لبعيد ليتكم فيها الناس الكل.